السلام عليكم أيها الشعب السوري، وبارك الله في ثورتكم السورية الكبرى المباركة. في عندنا معلومات خطيرة ومهمة بتخص أيمن جابر وماهر الأسد، فأرجو أن تسمعوا جيدا إن شاء الله وتركزوا على الفيديو. أنا سوف أعلق، بس أعطوني يعني دقيقتين خليكم تشوفوا الفيديو إن شاء الله. اسمعوا بحذر. بعد أن كانت ميليشياته تتحول لأعظم قوة ضاربة بأيدي الروس والإيرانيين، ها هو قائد ميليشيا صقور الصحراء ومغاوير البحر أيمن جابر، رهن الإقامة الجبرية في اللاذقية. ليس هذا وحسب، أوامر عليا وصلت إلى المحافظة منذ حوالي 15 يوما تقضي بحجز أملاكه وأملاك شقيقه محمد القائد الميداني لقواته، الذي وردت أنباء عن فراره إلى روسيا وبقائه هناك. لم يسمع السوريون بأيمن جابر إلا بعد اندلاع الثورة، فميليشياته كان لها دور كبير في معارك الرقة وتدمر وريف اللاذقية التي أدارها الروس مباشرة. تدريبها العالي جعلها كفيلة بحراسة مقرات النفط والغاز في البلاد، كما أن تحكمه بسوق الحديد والصلب جعل معامله مقرا لتصنيع البراميل المتفجرة. لكن أبناء اللاذقية يعرفون الرجل قبل سنوات طويلة، نظرا لسيطرته على سوق تهريب الدخان والحشيش لإدارة أعمال فواز الأسد، كما أن مصاهرته لكمال الأسد رئيس غرفة تجارة اللاذقية فتحت له بابا أوسع للتقرب من آل الأسد، لا سيما ماهر شقيق بشار الذي أصبح جابر يده الضاربة في الساحل، يد قرر ماهر قطعها رافضا حتى مقابلة جابر الذي قصد دمشق للاستفسار عن قرار سحب جميع أملاكه ومصفحاته وإغلاق مقرات تطويع قواته التي اندمجت منذ أكثر من عام ضمن الفيلق الخامس الذي أسسه الروس بعد أن تعرض لموكب متجه للقرداحة يقال أن بشار الأسد كان موجودا فيه. حالة من الذهول سادت الشارع المؤيد في اللاذقية. طيب، هون في نقطة مهمة جدا نريد نبهكم إليها. يعني سمعتوا كان في موكب بشار أسد موجود فيه راح للقرداحة، فقاموا أطلقوا عليه النيران. يعني في حدا عم يحاول يساوي انقلاب ضد بشار الأسد، وقام لما بشار أسد عرف بهذه يعني الضربات النار والرصاص على سيارته، دغري عطى أوامر بالقبض على مين؟ على أيمن جابر وعصاباته، وضغط على ماهر وقال له هذا لازم الآن نحطه تحت إقامة جبرية وسوي تحقيقات ونشوف مين من عناصره عم يحاول يساوي انقلاب عليها. فالسؤال هو، هل سهيل حسن اللي أعطاهم أوامر، ولا ماهر، ولا ديوب، ولا يعني سامر الفوز، ولا كمال الأسد، ولا رفعت الأسد؟ هناك ناس من عائلة الأسد ومن أقارب الأسد، لأنه أيمن جابر هو بيكون صهره لكمال الأسد، فقد يكون رفعت الأسد وشبيحتهم من أصدروا القرار بضرب النار على الموكب تبع بشار الأسد، والناس اللي ضربوا الرصاص على موكب بشار الأسد هن من عصابات أيمن جابر، فأرجو أن تنتبهوا إلى هذه النقطة. يستوعب بصعوبة تداعيات حملة أمنية واسعة شملت شبيحة كبار مثل جعفر شاليش ومهند حاتم اللذان اشتبكا مع عناصر الأمن في محاولة منهما للفرار. حملة فسرها ناشطون أنها مجرد ترجمة لمحاولة تحجيم دور إيران وكل من والاها في المنطقة، ليؤكد آخرون أنها مجرد بداية لمحاولة ضبط محافظة بات يحكمها ويدير مصيرها مجموعة من أمراء الحرب. طيب الآن إن شاء الله نريد أن نركز على موضوع أن جعفر شاليش اللي هو بيكون ابنه لحكمة شاليش أو رياض شاليش أو ذو الهمة شاليش عم يقصقصوا أجنحتهم، وهذا أيضا مهند حاتم عم يقصقصوا أجنحته، فهناك ذعر في الساحل وهناك تخبط، ويعني جماعة سهيل حسن بلشوا يضربوا ضربة من حديد وماهر متلبك، فلذلك وضع كثير منهم في إقامة جبرية وأخذ أسلحتهم وأخذ ممتلكاتهم، والآن خربطة رهيبة لتجار إيران وعصابات إيران في الساحل. والسلام عليكم يا الشعب السوري.